خلونا نروح لزميلتنا مونيكا مجدي، يعني هذا الخبر ولقائها، وحيث شاركت مؤسسة الجرحي اليوم في فعاليات حملة التنمية الشاملة إيد واحدة، والتي أعلن عنها التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني اعتبارا من النهاردة، لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا. تتضمن خطة مؤسسة الجرحي هذا الأسبوع تنفيذ مستهدفات حملة التحالف الوطني إيد واحدة لتوزيع نحو 2000 وجبة مطهية مجانية بالمناطق الأكثر احتياجا في عدد من قرى محافظات الفيوم. المزيد من التفاصيل مع زميلتنا مونيكا مجدي مراسلة إكسترا نيوز، نتابع. تحياتي مشاهدي إكسترا نيوز الكرام، التغطية الإخبارية مستمرة على شاشة إكسترا نيوز في اليوم الأول لتدشين مبادرة إيد واحدة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري. نتحدث إليكم من قرية الحامول مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم داخل مؤسسة الجرحي للتنمية المجتمعية، حيث أطلقت صباح اليوم مؤسسة الجرحي حملة إيد واحدة للعديد من المواطنين هنا بالمحافظة الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية، لدعمهم وضمان حياة أفضل لهم وتوزيع كراتين مواد غذائية لهم ووجبات مطهية. لمزيد من التفاصيل مع ضيفي الكريم الأستاذ أحمد رشاد، منسق عام مؤسسة الجرحي للتنمية المجتمعية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. برحب بحضرتك يا فندم، وفي البداية كنا عايزين نعرف استعدادات مؤسسة الجرحي في اليوم الأول لمبادرة إيد واحدة. احنا النهاردة معانا 100 متطوع، اشتغلنا على 2000 كرتونة مواد غذائية، سلع أساسية في الكرتونة، واشتغلنا على 2000 وجبة مطهية. طبعا في حاجات طرق أبواب من الصباح الباكر، فريق المتطوعين معانا شغال طرق أبواب على البيوت. خلصنا الكراتين، اشتغلنا على الوجبات المطهية من خلال برضو فريق المتطوعين. النهاردة بقدم لهم تحية كبيرة جدا في ظل حرارة الجو، بس برضو اشتغلوا، ربنا يبارك لهم يعني. طب ماذا عن أعداد يعني الفئات المستهدفة في اليوم الأول من توزيع الكراتين الغذائية والوجبات المطهية المجانية؟ احنا كمؤسسة الجرح عندنا قاعدة بيانات خص محافظة الفيوم جم كلها، بنشتغل على الفئات الأولى بالرعاية. طبعا هي ده المستهدف لنا الأول، بنبدأ نعمل حصر في البلاد وناخد الكشوف دي وبنبدأ نشتغل عليها، وبنبدأ نقسم البلاد مناطق، وبتشتغل فرق المتطوعين بمشرفين معاهم على كل منطقة، على هذا بنستهدف الأسر الأكثر رعاية. طب يعني مبادرة إيد واحدة، هل هي تستهدف توزيع كراتين مواد غذائية فقط، أم يعني يندرج تحتها العديد من المبادرات الأخرى؟ لا، عندنا مبادرات أخرى، يعني أنا عندي قوافل طبية خلال الأسبوع ده، عيون، عندي قوافل بيطرية برضو هستهدف الفلاح المصري، عندي توزيع حاجات تانية من خلال الكراتين من خلال المحافظة على مستوى المحافظة، عندي قافلتين عيون الثلاث والأربع الجايين، مستهدفين حاجات تانية كتير يعني. بنشكر حضرتك يا فندم على هذه التفاصيل. يعني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري يستمر في بذل المزيد من المجهودات لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا في كافة محافظات الجمهورية وأيضا من هنا من محافظة الفيوم. كانت هذه التفاصيل ولنا هذا اللقاء لكاميرا إكسترا نيوز، والعودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.